اما بالنسبه للاختيار ديال الموقع ديال 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 الخطاب، يعني لان كاين وسائل التواصل وحسب الظرفيه ديال سيدنا راه كان القاه من 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 الشمال ولا من الجنوب ولا المغرب، والمغرب واحد وموحد. الخطاب الملكي راه واحد من طنجة للقويرة، المغرب واحد، والحمد لله شاكر الله الامان والثقه وهادشي اللي كان نطلبوا من الله السلامه العافيه والوقت، هادشي اللي كاين اخر. الحمد لله اخي المغرب واحد، راه بحال الحسيمه بحال زاكوره بحال المغرب واحد، المغرب واحد الحمد لله. كنتمنوا الامان والحفظ والسلم، هادشي اللي كنطلبوا. الخطاب ديال سيدنا مؤخرا في عيد العرش اعطى واحد المعطيات كثيره وبين واحد الدلاله بان المغرب متوحد من الشمال الى الجنوب، وهذا الخطاب كان خطاب تاريخي. السلام عليكم. بالنسبه لي انا الخطاب الملكي ديال عيد العرش يلقيه في اي مدينه في المغرب، لان المغرب دو اجس كازي ستادير من طنجه للقويره من وجده للحسيمه من اي جهه في المغرب هو يديرها. زعما اي واحد ما غاديش يقول لي علاش درتيها في الحسيمه ولا علاش مشيتي عيد العرش. الاستقبالات هما داروها في طنجه وعاود ثاني الولاء غادي دير في تطوان، علاش تقول له ما درتيها هذه لا تروازيام فوا ولا لا كاتريام فوا هو كيديرها في تطوان؟ فهمتي؟ حنا بالنسبه لهذا الشيء هذا يديروه في اي مدينه بغا. خطاب جلاله الملك دائما تيكونوا فيه دلالات ويكونوا فيه رسائل للمجتمع المغربي، للشعب كمجتمع مدني، وتيكونوا فيه دلالات للحكومه بيان سير، وتتكون فيه دلالات للاحزاب السياسيه والجمعيات والمشاركين في النهضه ديال المغرب. دونك هذا الخطاب حتى هو ما كانش خالي من هاد الرسائل ومن هاد الدلالات، وجا فيه خطابات للشعب، وجا فيه خطابات للمجتمع، وجا فيه خطابات للمسؤولين الحكومه، وجا فيه خطابات للسياسيين والاحزاب السياسيه للنهوض بالبلاد والمصالحه وباش نلقاو بهذا البلد الامان.